السلام عليكم ورحمة الله. هذا تحليل الوحدة الأولى يونت 1 للصف الثالث الأساسي للفصل الدراسي الثاني لمنهج اللغة الإنجليزية لسلطنة عمان. هنا يتعلم الطالب الاء الطويلة والإي الطويلة واليو الطويلة وصوت الأو الطويلة. هنا لا نقول كاك وإنما كيك. لماذا ننطقها كيك؟ لأن الكلمة انتهت بحرف الإي، إذا ننطق الأ إي كاسم وليس كصوته. هنا لا نقول كيت وإنما كايت. لماذا قلنا كايت آي؟ لأن نطقنا هذه آي كاسمها لأنها انتهت بحرف الإي، إذا هذه تسمى الآي الطويلة وهذه الإي الطويلة. هذه لا نقول قب وإنما كيوب. لماذا نطقناها يو هذه كاسمها؟ لأنها انتهت بحرف الإي كما نلاحظ، إذن كيوب وليس قب. هذه أيضا لا نقول دات وإنما ديت، دي إي، إذن هذه نطقها إي كاسمها لأنها انتهت بحرف الإي ديت. ولا نقول بيك وإنما بايك، بايك، إذن آي تنطق آي كاسمها بايك لأنها انتهت بحرف الإي. هنا لا نقول نص وإنما نوز، نوز ننطق هذه أو كاسمها أو نو نوز. أيضا هذه فون، فون أو فون، هذه لا ننطقها فيف وإنما فايف، فايف ك، إذن آي كاسمها لأنها انتهت بحرف الإي. وهذه قائمة قمت بعملها لكي نعرف الأصوات القصيرة، هذه شورت، والأصوات الطويلة. نبدأ بحرف الأ، هنا نقول تاب، تا أ أ ك، صوتها ليس كاسمها. أما هنا ننطق الأ الطويلة كاسمها تي اي، إذن هذا ننطقها اي نفس الاسم تيب. لماذا انتهت بحرف الإي؟ إذن تيب، تاب، وهنا تيب. ننتقل لحرف الإي، هنا ننطقها إي، إذن هنا إي قصيرة. فن اللي هي زعنفة السمكة، فن، فن، هنا لا نقول فن وإنما فاين، فاي، فاي، آي، إذن كان ننطقها اسم الصوت فاين لأنها انتهت بحرف الإي. فن، فاين، فن، فاين. ننتقل لحرف الأو، نو، نوت، نو، نوت، أو، نلاحظ هنا صوت الحرف، هنا ليس صوت الحرف وإنما اسم الحرف نوت، إذن أو نو أو نوت لأنها انتهت بحرف الإي. ننتقل حرف الأ، إذن هنا الأ القصيرة قت، قت، ك أ، إذن هذا تنطق أ. أما هنا لا ننطقها أ وإنما يو كاسمها كيوت، كيوت، نلاحظ كيو يو يو ننطقها يو كيوت لما انتهت بحرف الإي. إذن الكلمات التي تنتهي بحرف الإي ننطق اسمها، والتي لا تنتهي بحرف الإي ننطق صوتها. إذن تاب الصوت، تيب الاسم الإي، فين فاين، نوت نوت، كات كيوت، وهكذا. إذن هناك كلمات كثيرة مثل هذه. هنا يتعلم الطالب إز وآر، متى نستخدم إز الفعل المساعد إز، ومتى نستخدم الفعل المساعد آر. من خلال الأمثلة سنفهم ذلك. This is a new cup uniform. The cap is beige. إذن استخدمنا is لأنه يتحدث عن قبعة واحدة مفرد، the cap وليس cabs، قبعة واحدة. نستخدم is عندما نذكر معلومة عنها وهي لونها، اللون يعتبر صفة ومعلومة عن تلك القبعة. هنا the shirt is grey. إذن استخدمنا is لأنه قميص واحد. ما هو القميص؟ الطويل طبعا، نسميه شيرت. استخدمنا إز لأنه قميص واحد، the shirt is grey. The trousers are blue. لماذا استخدمنا R؟ لأن هذا جمع. نلاحظ هنا بأنه بنطلون واحد، ولكن في اللغة الإنجليزية عندما يكون له كمال، هذه كمال، نلاحظ هنا ننطقه كأنه جمع. إذا ما نقول the trousers وإنما the trousers. are blue.
لونها أزرق. إذا استخدمنا R لأن هذا يعتبر كأنه جمع. ونلاحظ هنا بأنه انتهى بحرف الأس. The shoes are black. هذه الشوز طبعا حذاءين لونهما أسود. استخدمنا R لأنهما جمع. The shoes are black. The socks are white. نلاحظ هنا بأن هذه الشرابات أو زلاغات لونها أبيض. ثمينة إذا جمع. The socks are white. نستخدم R وليس is. إذا ما عايز نستخدم للمفرد وR نستخدمها للأشياء الجمع عندما نذكر صفات. قمت بتركيب هذه الصورة. يقوم الطالب برسم صورة أنا ركبتها بالكمبيوتر. يتكلم عن زي معين. أنا استخدمت هذا الزي. This is a new student uniform. هذا لطالب مثلا جديد في روضة أو في مدرسة خاصة. The cap is blue. نلاحظ هنا بأن القبعة لونها blue. استخدمت is لأنها قبعة واحدة. The shirt is red and black. هذا هو الشيرت به لونين وهما red الأحمر and black الأسود. The next scarf is grey. هذا هو next scarf اللي هو الكرافتة لونها grey رمادي. إذا استخدمنا is لأنها كرافتة واحدة. The next scarf is grey. The trousers are green. هذا هو trousers بنطلون. استخدمنا لأنه قلنا كأنه به يعني قطعتين كأنه جمع. هذا هو trousers. The socks are white. هذا هو socks شرابات اثنين لونهم white. لماذا R لأنهم اثنين جمع. R نستخدم عندما نذكر اللون. The trainers are red. هنا trainers اللي هي أحذية الرياضة ولونه طبعا red. The trainers are red. استخدمنا R لأن الأحذية جمع وليست مفرد. يتعلم طالب هنا استخدام is و R. هنا مجموعة أشياء يستخدم الطالب لمعرفة شيء مهم جدا وهو هذان الفعلان need و want. للمعلومة نستخدم need عندما نحتاج أشياء ضرورية. أشياء ضرورية. أما want عندما نحتاج شيء غير ضروري. إذا need الأشياء ضرورية. Want مثلا تقول I need water. I need water لأن الماء ضروري. أما هنا I want computer game. إذا لعبة كمبيوتر ليست ضرورية في الحياة وإنما شيء يعني من باب الترفيه عن النفس. إذا نستخدم الفعل need عندما نحتاج لشيء ضروري. إذا we need water أو يقول طالب I need water أحتاج إلى الماء. جوانا يحتاج إلى المال لأنه ضروري. We need money نحتاج إلى المال. We need clothes نحتاج إلى الملابس. We need fruit نحن نحتاج إلى الفواكه. We need first aid الإسعافات الأولية مهمة في البيت فنحتاجها. We need toothbrush نحتاج إلى فرشاة الأسنان لأنها مهمة جدا في المنزل. لا يمكن أن يعني نستيقظ الصباح بدون أن نستخدمها. أما want أشياء غير ضرورية قلنا I want a computer game عندما نريد شيء غير ضروري يلعب كمبيوتر. I want football كرة القدم ليست ضرورية نشتريها يعني مثلا أو نحصل عليها. I want a phone الهاتف ليس ضروري. وأكبر مثال بأن أغلب الطلاب ليس لديهم هواتف إذا هو ليس من الضروريات الهاتف. I want chocolate الحلويات هذا ليست ضرورية يعني في الحياة. I want comic هذه الكتب الهزلية أيضا ليست ضرورية. I need I want a tent sorry I want a tent حاجتنا إلى الخيمة ليست ضرورية. كثير منا يروح رحلات ولكن لا يحمل خيمة لأنها ليست ضرورية جدا يعني نستطيع أن نذهب بدونها وأن نعيش بدون هذه الخيمة. أما هذه الأشياء فهي ضرورية. إذا طالب يتعلم استخدام need الأشياء ضرورية حاجته الأشياء ضرورية ووت الأشياء لحاجة الأشياء غير ضرورية. ننتقل لمثال آخر. نلاحظ هنا he is playing the drums. طبعا دائما قبل الآلات الموسيقية نستخدم آلة التعريف ذا دائما ضروري. إذن هو الآن يعزف على الطبل.
إذن يعني آلة موسيقية. الطبيب تعتبر إذا بليغ هنا لا يلعب وإنما يعزف، معناها هي إز، لاحظ هنا اختصار هيز اختصار لإز. إذا هنا يتعلم الطالب المضارع المستمر عندما يتحدث عن شيء كأنه يحدث أمام عينيه تلك اللحظة، كأنه يرى هذا الفار وهو يعزف على الطبل أو يعني يطبل. هنا هذا يتحدث عن نفسه، I'm putting up the tent، أنا أنصب الخيمة. دائما عندما نستخدم نريد أن نعبر عن نصبنا للخيمة، يعني نقوم بنصب الخيمة، نستخدم putting up. إذا I'm putting up، إذا putting up طبعا مع I نستخدم am لا نستخدم is، اختصار am I am، إذا تختصرها إلى فصلة وحرف الأم. I'm putting up the tent، كأنه الآن ينصب الخيمة أمامنا. We are reading books. We are، لماذا استخدمنا we are؟ لأن هنا شخصين يقرأان، فنستخدم are. We are اختصار ل are، هذه اختصار ل are. Reading books، إذا يحفظ الطالب هذه الاختصارات معناها are. إذا الآن هما يقرأان هذه الكتب. We are، نحن نقرأ الآن هذه الكتب. هنا الطالب ينظر إلى الاختصارات هذه، وينظر هنا ماذا تعني بدون اختصار. مثلا am معناها I am، I am. His إذن he is، نلاحظ أن الأس معناها is اختصار ل is. His he is. Your you are، your you are، إذن هذه للطلاقة في الكلام والسرعة في الكلام، نستخدم هذه الاختصارات لكي نتكلم بسرعة. Your هنا you are. They are هنا منطقة they are، they are. Can't can't إذن cannot أو cannot، ممكن نفصل بين cannot ونكتب هكذا cannot، كلاهما صحيح. Isn't isn't is not اختصار ل is not، إذن هذه isn't is not معناها. Haven't have not هذا اختصار، haven't اختصار لي have not. لازم يحفظ الطالب، يجب أن يحفظ هذه الاختصارات عندما يقرأ يكون معلوم لديه بأن هذه haven't معناها have not، أو مثلا they are they are وهكذا. إذن مهم جدا للطالب أن يعرف هذه الأشياء في هذه المرحلة. هنا نرى صورة وكل شخص هنا يقوم بعمل معين الآن كأنه أمامنا. هنا لاحظ ضفدع تطير، وهذا مثلا فيل يصطاد، وهذا مثلا ذئب يغني، وهذه دجاجتين ترقصان، وهذا فأر يلعب، وهذه ضفادع ضفدعين يرقصان أو يركضان لا أعرف. هنا الأفعال طبعا في المضارع المستمر، نلاحظ بأن جميع الأفعال قد أضفنا لها ING. play صارت playing، dance صارت dancing، fish صارت fishing، read صارت reading، sing singing، run running، fly flying. نضيف للأفعال ING لنبين بأن الأفعال تحدث الآن بها استمرارية. The wolf is singing، هناك في الصورة حسب الصورة نلاحظ the wolf is singing. أنا لو want is مع الفاعل، لماذا؟ لكي نعرف بأن الفاعل مفرد فنستخدم is. ثم نضيف ing إلى الفعل، نضيف ing، هذه هي ing، لاحظ هنا ing، نضيف يعني نضيف لها الفعل، نضيف له ing. إذا sing صارت singing، لاحظ صار singing. The elephant is fishing، the elephant is fishing. إذا أيضا سألون باللون الأزرق لنبين بأن ING قد أضفناها إلى الفعل fish. The frog is flying، the frog is flying. لماذا استخدمنا is؟ لأن frog الضفدع، هناك في الصورة ضفدعة واحدة هي التي تطير. إذا fly أضفنا له ING. The two hens are، لماذا استخدمنا are هنا؟ لأن دجاجتين هنا. Are dancing ترقصان، إذا أيضا dance أضفنا لها ING لنبين الاستمرارية.
The mouse is playing football. Playing. نحن playing هنا ما معنى يعزف وإنه يلعب. إذا الفار يلعب كرة قدم. الفار يلعب playing football. إذا ننطقها football. The camel is reading. هنا استخدمنا is لأنه هناك جمل واحد فقط الذي يقوم بالقراءة. read أضفنا لها عوامل مبين كذلك الاستمرارية. إذا ماذا يقرأ؟ يقرأ كتاب أبوك. The two friends are. لماذا استخدمنا are؟ لأنه رفدعين هما اللذين يركضان الآن. إذا نستخدم ING مع الفعل مبين الاستمرارية. إذا نعيد مرة ثانية. The wolf is singing. الذئب يغني. The elephant is fishing. الفيل يصطاد. The frog is flying. الضفدع يعني التطير. يعني الحين تقوم بالطيران. The two hens are dancing. الدجاجتين ترقصان. The mouse is playing football. الفار يلعب كرة القدم. The camel is reading. الجمل يقرأ. A book. كتاب. The two frogs are running. الضفدعين يركضان. أوكي. هنا عندنا كلمات يحاول الطالب أن يجدها في هذه المتاهة مثلا. هذه يعني يحاول يحصلهم. باج بلو كامبينج فيشينج جري بينتينج يونيفورم رينينج سويمينج اند يلو. وقمت بعمل دوائر عليهم كما نلاحظ. هنا نلاحظ كامبينج هذه كامبينج هذه بلو هذه يلو مثلا افقيا. هذه ريدينج نحو ريدينج الافقيات عملته بالاحمر الرأسيات بالازرق. جري هنا جري هذه مثلا سويمينج نحو سويمينج هنا فيشينج وهكذا. اذا سيستطيع الطالب ان يميز هذه الكلمات بسهولة ثم يقوم باستخدام هذه الكلمات لاكمال هذه الجمل. ما يونيفورم از بلو اند وايت مثلا ما لا ادري هذا اليونيفورم يعني هل هو بلو او ريد او يلو حسب اللبس يونيفورم عن الزي او اللبس اللي لبسه الطالب هل هو بلو اند وايت ولا جرين اند وايت اخضر يعني ابيض او لون اخر لا ادري. I like fishing and swimming. ممكن يستخدم اي واحدة من هنا الهوايات الاخرى بدل fishing مثل I like reading and swimming اي هواية هنا يستخدمها. I have got a fishing uniform. لدي يعني زي للصيد. fishing uniform يعني زي للصيد. يستخدم هذه الكلمة المهمة هنا الطالب لإكمال هذه الجمل. هذا واجب طبعا. استخدام البوستروفي كيف الطالب يختصر هذا البوستروفي مثلا هذا I've كيف يغيرها إلى يعني يشيل ويرجع الاختصار هذا هكذا. لاحظنا بأننا رجعناها I've إلى have. I have هنا I've got I have got. إذا الطالب هنا يتخلص من هذه الابوستروفي اللي هي الفاصلة العلوية. I can swim but I can't fly. هنا نلاحظ بأن can't مكتوبة بالابوستروفي ف I can swim but I cannot fly. لاحظوا أن رجعناها can't إلى أصلها cannot. cannot. I'm putting up the tent. لاحظ هنا I'm اختصار فيها بهذا الابوستروفي فخليتها I am. خلي الطالب I am putting up the tent. يزيل هذا الاختصار. هنا الطالب يقرأ ويصل بالشعارة بالشارة مثلا children learn about tents and camping trips. هنا الأطفال يتعلمون عن الخيام وعن التخييم رحلات التخييم camping trips رحلات التخييم. فنلاحظ بأن هذه الصورة بها خيمة إذا هي هذه الصورة الصحيحة. ويفعل نفس الشيء مع بقية الوصف children learn how to put on a banding and how to follow safety rules. هنا أطفال يتعلمون كيف يضعون هذا الباندج اللي هو اللفافة التي نضعها على الجروح and how to follow safety rules وكيف يتبعون أو يتبعون قواعد السلامة. لاحظ هذا هو الباندج مالها الشعار مالها الهلال دائما شعار لمال السلامة.
children listen to songs and music. هنا الأطفال يستمعون إلى الأغاني والموسيقى. نلاحظ بأن هذا هو الشعار. Children dance and tell stories. الأطفال يرقصون ويحكون حكايات. هذا هو شعار هذا الباج. من خلال الوصف سيعرف الطالب. هنا يستخدم الطالب نفس الشيء need or want. خبر لكن need قلنا need استخدام الأشياء ضرورية. أما want استخدام الأشياء غير ضرورية. هنا من خلال الأمثلة سنفهم ذلك. مرة ثانية كالمراجعة. I want a computer game. استخدمت want لأن لعبة الكمبيوتر ليست ضرورية. فنستخدم want وليس need. I want a home. احتياجنا للمنزل للبيت إذا ضروري إذا نستخدم need. I need وليس I want. I want to drink water and eat food. إذا حاجتنا لشرب الماء ولأكل الطعام ضروري جدا. فنستخدم الفعل need وليس want. I want to watch television. حاجتنا لمشاهدة التلفاز حاجة غير ضرورية. إذا ممكن أن تمشي أمورنا بدون أن نشاهد التلفاز. فما نستخدم need ليس ضروريا. فنستخدم want. I want to play football. أيضا حاجتنا للعب كرة القدم ليست ضرورية. فنستخدم want. إذا نحتاج أن نلعب كرة قدم ولكن ليس ضروري. I need to wash my hands before I eat. إذن حاجتنا لغسل اليدين قبل الأكل ضرورية لتجنب الأوساخ والأمراض. إذن هنا need نستخدمها للحاجة الضرورية وهو غسل اليدين. I need my family and friends. حاجتنا إلى الأسرة وإلى الأصدقاء ضرورية. فنستخدم need بدلا من want. هذا هو نهاية الوحدة الأولى. وهناك الوحدة الثانية إن شاء الله عندما ننتهي من بقية الصفوف سنعود من جديد إلى الصف الأول ثم الثالث ثم الثالث مع الوحدات الثانية والوحدة الثانية لكل صف حتى مع ثاني نصل إلى الثاني عشر. هذا فيما يتعلق بالوحدة الأولى. في أمان الله. أتمنى تفعيل زر الجرس وكذلك الاشتراك في القناة حتى تصلكم كل الدروس أولا بأول. في أمان الله.